أجرى رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة يوم الخميس بالجزائر العاصمة محادثات مع مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا شوغايف ديميتري إفغينيفيتش. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي شوغايف ديميتري إفغينيفيتش مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا، وذلك بحضور ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وسعادة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر. وبحسب البيان فقد سمح هذا اللقاء للطرفين بالتطرق للتعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك. وتعد هذه الزيارة الثانية منذ بداية السنة للمسؤول الروسي، ففي نهاية شهر مارس آذار الماضي عقدت أشغال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني بحضور نفس المسؤول مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا.